والله العظيم نسوان يعني انا ما ادري يعني شنو من غيره شايلين هذول السياسيين. نسوان نسوان اعتبرها اختك وتريد تباتي هنا تطالبوا بحقها. والله رجلينا احترقت. نعيد في الشارع من اجل حقوقنا. هذه كانت كلمات خريجي السنوات السابقة من المهندسين الذين يطالبون بالتعيين من خلال اعتصام مفتوح أمام مبنى محافظة كركوك، بعد أن فقدوا الأمل من إيصال صوتهم عبر تظاهراتهم المستمرة منذ عام. قررنا إحنا إن ما نعيد هالسنة، نعيد بالشارع ونعيد من يجي تعيننا، وده ننتظر من الجهات المسؤولة يباعون قضيتنا يحلوها. يعني ناشد مدير الوزير وزير النفط والناشد مصطفى الكاظمي، هو مو قال انزلوا شوفوا مطالب الشعب، شوفوا مطالب المتظاهرين شنو، احلوها. احنا امينا صار لنا شقد ننزل وده نحكي وده نقابل، لحد هذا اليوم ماكو اي تطور. مطالبين بالحقوق بعد 16 عاما من الدراسة يحلمون بثمرة الجهد ليفرحوا بشهاداتهم وإنجازهم، رغم مناشدات مستمرة إلى نواب كركوك ورئيس الوزراء والحكومة برمتها، إلا أن أصواتهم لم تلقى إلا أذانا صماء تصطدم بها. صار لنا من شهر 12 احنا طالعين ماكو أي تلبية لمطالبنا. يعني احنا ألف مرة ناشدنا النواب مال كركوك وناشدنا رئاسة الوزراء وناشدنا رئاسة الجمهورية، بس ماكو أي مطا أي 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 كله تهميش من عندهم. فإحنا كلنا نريد حقنا، إحنا نريد تعيين. يعني تدرس 16 سنة أو أكثر من 16 سنة مجرد أنت تطالب بتعيينك، هذا أقل شيء إحنا نطالب به، بس ماكو كله تهميش من عندهم. فمن خلال قناتكم إحنا ناشد رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، إحنا كل اللي نريده من عندهم هو نريد حقنا، نريد التعيين. ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب. إلا هنا فجمال العلم وبناة الوطن تحت الشمس الحارقة. يطالبون ولا جواب، ففي العراق فقط يحدث أن تستجدي حقك بالعيش والتعيين والكرامة. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.